وهلا حديث البلد مع رنين الشعار. شعرك هالاخضر الحلو اول شيء. ميرسي ميرسي كثير لبق لك هذا لون عيونك ريفلكسيون حبيبتي. لا حقيقه اهلا وسهلا فيك رنين شعار بحديث البلد. من 33 سنه ونص خلقت ببيت المطرب عبد الكريم شعار، نوجه له تحيه كثير كبيره. وردتي عنه الصوت الحلو والجرأه لمواجهه الجمهور من عمر الخمس سنين، والليله انت ضيفتنا لنحكي عن مشاركتك بالعرض المميز بلدي يا واد على مسرح مترو المدينة. سامع يا واد؟ بلدي يا واد دي مصري؟ ماني رنين بلدي يا واد استعراض غنائي راقص بتعيدي فيه بصوتك احياء اغنيات من الطرب الشعبي المصري على وقع لوحات راقصه بيقدمها الراقص والكوريغراف اللبناني من جهه والدته ويوغوسلافي من جهه والده الكسندر بوليكيفيتش 100% ببدله الرقص الشرقي. طبعا شفت كيف عم قلبنا الادوار. طبعا عايز اجي اتفرج. يلا اتفضل. رنين كيف بتفسري هالمعادله المقلوبه بين بنت عم تغني والشاب عم بيرقص شرقي؟ انا بلاقيها كثير طبيعيه. اول شيء بدي اشكركم على استضافتي. ثاني شيء مع الوقت اكتشفت انه الانسان بتجرد عن هو من وين جاي شو بيامن، لما بده يعبر عن حاله هو بحس فيها تنسي هو شو جنسه. صح. يعني ان كان مراه او رجل. صح. وبعدين اصلا الكسندر يعني بهذا المجال هو كثير خبير، يعني حتى عامل دراسات عن موضوع الرقص الشرقي. وصراحه يعني هلا صار في نقد على الموضوع، بس اذا بتشوفي كل الحضارات وكل القبائل الموجوده منذ القدم كلها كانت تعبر يعبروا عن معاناتهم او عن افراحهم بالرقص. صح. رجال ونساء. صح. مثلا في بالقبائل الصامون اللي هن بالبولينيزي الرجال بترقص وبتهز وبتلبس، اسكتلند بيلبسوا تنانير. صح. فهن شوي يعني بعتقد لازم نحن بعدنا ستيريوتايب يعني 100%. بعدين الكسندر لما بينحضر بتروحي على غير موجات. بالعرض في بنت عم تعزف عود وبنت بتعزف على الايقاع على الطبله. يعني كمان عامل ميكستشر انه ما في شيء حكره على حدا. نعم. الانسان هو شو بحب يعبر من جواته من داخله يطلعه. ما في حكره على حدا باي شيء. بلدي يا واد يا واد انت عدوية بتغني له يا بلدي يا واد يا بلدي انت. قالي لنا اياها بصوتك. الصراحة مانيحة بصها كثير منيح، بس انا هي مش من ضمن الاستعراض. لا هي موجودة، بس في حتى كمان شخص مغنواتي هو اللي بالفرقة للمعلمة. انا بجي بكون في بغير حالي بغير موضوع، بيكون هو رقص بالشمعدان. نعم. بعدين انا بظهر من بدك تقولي هيك من وراء الغيوم. نعم. وبكون انا الحديث اللي عم بهو توارد براسه وبجسمه عم بيحركه، انا بكون عم غني له بصوتي. طبعا. طيب شو بدنا نسمع منك هلا قبل ما نكفي الاسئله من العرض؟ من العرض؟ ايوه مصري مش كله مصري؟ هلا انا اللي عم غني ايه كله مصري. طب يلا سمعيني. مش معلمة دي معلمة. قالوا لي اهل الهوى يا ما يا ما يا ما في قلوب مجاري وفي حبك انت انا في حبك انت انا انا في حبك انت انا حشفي كل جاري. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في
وفي حبك انت في حبك انت حبك انت انا حشي كل جريح كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين والباقي كله عذاب. يعني رنين رنين سليم صوتك رائعة بصوتك قيصارة وناي وكمانجا وكل الآلات وحرام تغني مع شي آلي يعني عن جد يعني حرام تغيبي هالقد حرام تغيبي لازم تضلي موجودة لأنه هيك أصوات مش لازم وأقل شي يرقص على صوتها يعني عن جد رنين قبل ما نكمل معي خلينا نشوف هالمشاهد من عرض بلدي يا واد يا واد بلاير باسم بالاقتصاد من جامعة هاواي باسيفيك يونيفرسيتي بأمريكا وشهادة بإدارة السياحة من الجامعة اللبنانية. ليش عم تعملوا فينا هيك الليلة؟ الحكاية النهاردة في شيء تعقد محمد لأنه إجا دكتور أبو حمد عنده شي 7-8 شهادات فأثار فينا الخير كلياتنا. بس هو عنده بتاع 18 شهادة يعني بتقولي لك شهادات بس بتقولي الشهادة بتاع نص ساعة بس دكتوراه كله بالفرنسي لكن وشهاده باداره السياحه من الجامعه اللبنانيه مزبوط. وبتغني عربي فرنسي وانجليزي تركي وبلغاري وايطالي وفارسي واسباني. طيب انا هستاذن بقى بالاذن زي بالظبط خصوصا بالفرنساوي والبلغاري. هو متمكن من الفرنسي حكاوي كمان والبلغاري حلوم ترابيزه اليوم ورثت الطرب الاصيل عن الوالد عبد الكريم الشعار بنوجه له تحيه مره ثانيه بس وين وكيف تعلمت كل هاللغات؟ شوفي انا بحكي 4 بس الباقيين ما فيني اقول اني بحكيهم بس يعني في ناس عندهم مرات يعني هيك مثل ما بيقولوا موهبه انه لفظهم بيبقى اصح من غيرهم عندهم ابتيتيود عندهم امكانيه لقط اللغة. فانا الحمد لله انه عندي هالشيء من دون ما انه عم شوف حالي اكيد لا بس اشتغلت على الموضوع يعني انا تقلك بالاجنبي ما كان من كثير زمان يعني انا مع انه كنت اسمع كثير انا وصغيره تبع عنا الاسطوانات ايلا فيتزجيرالد وجاك بريل وبياف ويعني بدك تقولي ليو فيغي وكل هدول يعني كل السقافه الموسيقيه العالميه إيه يعني كله كنت اسمعه بس ولا مره انه كان عندي انه والله انا بدي اغني اون ببليك بالاجنبي لحد ما سافرت على امريكا وكنت بالكورال تبع الجامعه وصرنا نغني بكل اللغات الموجوده يعني كل الجنسيات الموجوده بهذا الكورال نغني لهم اغاني وحتى غنوا عربي علمتهم يغنوا بحبك يا لبنان فغنوا بالكورال كان في من جنسيات متعدده ايه غنينا بالعربي كمان بحبوه اكثر مننا الظاهر للبنان ممكن ليش لا مش مننا نحن نفسياتيين نحن رنين بدنا نتمنى لك التوفيق اول شيء بهالعرض وخصوصا كمان بشغله ثانيه اني توقف السنة على مهرجان على خشبة مهرجان جرش الدولي بالأردن